والدك الله يرحمه كان بيجهز لهذه الجائزة، والمؤسسة بتاعته بيجهز المؤسسة والكلام ده. فالكلمة كانت رائعة جدا في مكتبه، قال انه لن المؤسسة ستعمل على تأهيل وتدريب الصحفيين، لكن بالنسبة للجائزة نظامها ولائحتها لن يفوز بيها او لن يحصل عليها الا من يصح. الجائزة دي لها اكثر من مجد، لها معاني كثيرة جدا، اهمها انه في مشروع اشتغل على نفسه، مدينة اشتغلت على نفسها، وتحقيقاتها طبعا مجمل تحقيقاتها وموضوعاتها انها عندها هدف. ودايما بيبقى الانسان اللي عنده هدف يحققه. ليه؟ لانه ربنا عمره ما بيسمح حد. حد اشتغل اجتهد وتعب، فربنا هو الوحيد اللي ما بيسمحش. المؤسسة هنا فيها ناس شاطرة كتير وزمايل كتير يستحقوا الجايزة، في الآخر بتروح شخصين ثلاثة، لكن في ناس كتير بتستحق إن شاء الله ياخدوها المرات الجاية أو في جوائز تانية، يعني إن شاء الله. ألف مبروك يا مارينا.